سيد المستشار المحترم على طرحك هذا السؤال، أولا يجب أن نقول الحقيقة كاملة. نصف الحقيقة من الكأس المليان من الحقيقة هو أننا إقليم تنغير استفاد من عدة برامج، والمشكل كاين في تدفق وتسرب المياه الصرف الصحي اللي كتوصل للباديه، وخاصه الباديه نودغال اللي فيها اشكال حقيقي واللي تصبت في الاحتجاج ديال تحيت. هذا هو الاشكال الحقيقي. بالتالي اقليم تنغير استفاد من اعاده تاهيل شبكه طهير السائل وانجاز محطه المعالجات المياه العادمه بالمدينه، كاينه وتشتغل. استفاد كذلك من توسيع هذه المحطه واعاده كذلك هيكلة شبكة تطهير السائل في هذه المدينة. اللي وقع هو هذا التدفق اللي عنده سنوات. احنا اليوم عندنا ثلاثة مستويات ديال الحل. المستوى الأول المحلي هو أن اليوم كاينة لجنة وكاين اتفاق بين المكتب الوطني اللي هو المدير الوطني للكهرباء والماء الصالح اللي هو المدبر الأساسي في هذه العملية مع العمالة ومع الجهات مع الجماعة باش يكون حل في متم هذه السنة. ثم احنا في الوزاره بالنسبه لجميع هذه المخططات، لا فيما يتعلق بمخطط تطهير السائل، لا ما يتعلق بالبرامج الاخرى ديال النفايات، كنخوض واحد العمليه ديال التقييم البيئي باش نحرصوا باش تكون عندنا واحد الحكامه ونديروا واحد الاليه تتبع، لان ليس من المعقول باش تكون عندنا اعتمادات كبيره في برامج مهمه للتاهيل البيئي للمغرب في جميع المدن وجميع الاقاليم خاصه ترابيا، ونجيو وما يكونش عندنا آلية تتبع. اليوم الكتابة منكبة على أن الناس تكون عندها واحد الآلية تتبع غادي نتقاسموها مع جميع الفرع المتدخلين، مع وزارة الداخلية ومع كذلك خاصة اللي غادي يكون عندهم السبق، اللي عندنا مديرية جهوية في الإقليم كتعود عندهم اليقظة محليا وترابيا. شكرا. الكلمة اولا احنا ماشي ما تدخلناش، هذا المشكل عنده كيعمر اكثر من 10 سنين، وحنا تدخلنا وقلت لك ما تم هذه السنه غيكون الحل اللي مرتبط بواحد الاشكال اللي احنا دخلناه في المنظومه ديال التقييم ديال المشاريع ديالنا اللي هو تصفيه الوعاء العقاري. عندنا اشكال حقيقي في جميع البرامج، كنمشيو نعطيو الفلوس ما كنعرفوش بعدا واش العقار مصفي ولا لا. بالتالي حنايا اليوم اشترطنا على الجماعات المحليه، احنا كمتدخلين كاملين اشترطنا على الجماعات تصفيه العقار قبل ما يكون الدعم، وهذا اجراء جديد في كتابه الدوله. المستوى الاول. المستوى الثاني هو ان كاينه يقظه مباشره مع السيد العامل اللي راه قد اللجنه وسنعقدها، ثم وقعنا البارح حصلنا مراسلة خاصة باش تكون المديرية الجهوية أنها تتابع الأمر وغادي نحلوا هذا الإشكال، لأنه غير باش دائما بغيت بغيتنا نطمئنوا ساكنة إقليم تنغير. الأمر ما كيتعلقش بإقليم تنغير، كيتعلق بهذا يعني بالمنطقة الحدودية بين المدينة والبادية اللي كاين فيها إشكال. حنا في المغرب مازال ما عندناش مخطط وطني لتطهير السائل في العالم القروي. اليوم كتابة الدولة تشتغل على اساس ان بعدا يكون عندنا لو كونسيبت كيفاش غندخلوا في العالم القروي، كيفاش غنستعملوا السيده كتيبه الدوله. انتهى الوقت البرنامج بالوزيره بالكونسيبت وكذلك بوعي الوقت، وبالتالي نشكر